حيدر رقم قصيم مدي صالح عمر رول مشاهد 73 طبق 15 سيدي بعد المعارك اللي أخذتها القوات الأمنية العراقية واستقرار الأوضاع في هذه المناطق، صدرت توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بأن تمسك المناطق أو الشريط الحدودي من قبل قطعات الجيش لأهمية عرض السنجار، ولذلك صدرت الأوامر من قيادة العمليات المشتركة إلى قيادة فرقة المشاة 15 بالانفتاح واحتلال عرضة سنجار ومسك النقاط الحيوية المهمة جدا. وبالفعل لواء 92 أرسل فوج هنا بدأ بالانتشار، وأيضا عندنا الشريط الحدودي لواء 73 بدأ بالمسك وغلق كافة المعابر أو ما تدعى الغير نظامية. نقول يجب عزل الملف الأمني عن الملف السياسي. تعرف الآن البلد يمر في مرحلة انتخابات مقبلة إن شاء الله، ولذلك نتوقع دائما ضمن التضارب الانتخابي اللي يصير خلط للأوراق بدخول قوات كذا أو قوات غير نظامية منتشرة وما إلى ذلك. ولذلك اقترحنا اليوم أن نأتي إلى القاطع ونلاحظ واقع الحال الموجود، وأعتقد صورت واقع الحال أنتم وتقدر تعكسه إلى المواطن وإلى العالم أيضا. من خلال الإعلام وصار تنامي كبير. البارحة أنا كان عندي اتصال هاتفي مع الأخ رئيس أركان الجيش التركي أنه فنت هالأمور هذه، وأنما يقال أنه تصريحات إعلامية أو تصريحات بسيطة بدأت تتنامى في الإعلام. الحدود العراقية محترمة يجب أن تكون، السيادة العراقية موجودة فيها. دائماً نقول عدم التدخل بالشأن الداخلي لدول الجوار، وبالمقابل عدم التدخل بالشأن الداخلي العراقي، ولم أن نسمح بتنامي أي قوة أو أي جهة معينة تهدد دول الجوار في ظل أراضينا.